مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا نغفر. السلام عليكم، إن شاء الله كامل تكونوا بخير. وصفة اليوم هي تحلية لشهر رمضان الكريم، يعني ما زلنا في سلسلة التحليات لشهر رمضان الكريم. التحلية تاع اليوم هي الموز والفراولة. واش نحتاج في المقادير؟ هنايا عندي لاجينواز طيبتها وخليتها بردت مليح، من بعد قطعتها هكذا دي مورسو صغار. يعني الطريقة تاع لاجينواز كنت عطيتها لكم من قبل، تلقاوها في صندوق الوصف. عندي لهنايا سيرو، يعني هذا سيرو كنت عطيت لكم الطريقة تاعو كيفاش نديروه. فيه زوج كيسان سكر مع نص كاس ماء ونص كاس ماء زهر، واللي ما يحبش الكو تاع المزهر في لاجينواز يقدر يدير كاس ماء. كي ديروا المزهر في السيرو يعطي لكم نكهه شابه تنشمخوا بها لاجينواز. عندي لهنايا كاس شونتيي مع نص كاس حليب يكون بارد. عندي لهنايا لاروم فخاز، هنايا نحتاج حوالي ملعقه صغيره ولا زوج مغارف صغار. عندي لهنا كميه من الفراوله كنت لهنايا قطعتها بهذا الشكل مربعات. وعندي لهنايا الموز كنت لهنايا قطعته مربعات وحصرت عليه القارص باش ما يكحلش. في الاخر التزيين هنايا عندي حبيبات تاع الشوكولا ذوق فريز، يعني تزيين اختياري ما نقيدكمش بالتزيين. نبداو على بركه الله. اول حاجه هنا نضيف الفراوله نص مغرفه كبيره تاع السكر باش تطلق لنا هذاك السيرو، هكذا نخلطوها مليح. هاي ليك نحطها بجهه. الان نحضر لا شونتيي. بسم الله نحط الحليب، لازم الحليب ديروه بارد. نزيد نضيف لا شونتيي. هنايا نبدا نطلع فيها بالباتور. بسم الله هاي ليك راهي طلعت لا شونتيي. الان نقسمها على اثنين. ندي كميه الان نضيف لا غوم فخاز كما قلت لكم مغرفه صغيره هكذا نخلط. بسم الله نزيد نص مغرفه صغيره باش نتحصل على اللون هكذا. هاوليك اللون اللي تحصلنا عليه. الان عمرهم في لاكوش. اول حاجه نحط لا جينواز لهنا كطبقه الاولى هكذا، يعني نحط كميه قليله ما نكثرش. نضغط مليح
الان نفرغ فوقها شويه تاع السيرو، ما تكثروش بزاف. هكذا الان نضيف لاشونتيي اللي كنا درناها بالذوق تاع لي فريز. الان نضيف لي فريز، شوفوا كيفاش تعسل، طلق كامل الماء اللي فيه. بسم الله. الان نزيد الطبقه تاع الموز هكذا. هاي ليك بعد ما كملت الطبقه تاع الموز، في الاخير نزينها بلا شونتيي. بسم الله. هاي ليك في الاخير نزينها بحبيبات شوكولا هكذا. هنايا في الاخير نضيف لها اوريو، هنا مطحون كنت هنايا طحنتو هكذا باش تعطي لها نظره شابه. هوليك شكل تاعها الاخير، يعني تحليه سهله وراقيه لشهر رمضان الكريم. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه وجربوها وقولوا لي رايكم. وصلنا لاخر الفيديو، نقول لكم شاركوا في قناتي وفعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد. نقول لكم سلام، نتلاقاو في وصفات اخرى.